حسنا، النظام الاساسي تاع التعليم العالي خلق ضجه يعني منذ السنوات، لو بغيتي تقول اش المستجدات تاع النظام الاساسي تاع التعليم العالي حاليا بالنسبه لك؟ هو النظام الاساسي هذه ديال التعليم العالي نصت عليه جميع القوانين ديال التعليم العالي من 75 الى القانون الحالي ديال 2001-0100، وبالتالي ولكن عمره ما نزل الى حيز التطبيق. الان الوزاره مع الفرقاء الاجتماعيين كنناقشوا تنزيل النظام الاساسي ديال موظفي التعليم العالي اللي ما عمره ما كان. هذا النظام الاساسي اليوم كنبنيوه من الاساس، وبالتالي فهو خدم لنا بزاف ديال الوقت ويمكن مازال غياخذ منا الوقت، على اعتبار اننا كنبنيوه من جديد. كانت الوزاره خدات واحد سنه ونصف باش توجد مسوده، مع كامل الاسف ما نزلتهاش لينا، وبدينا من جديد يعني بديناه من الاساس. اتفقنا الى حدود اليوم، اتفقنا على البناءات، واتفقنا على مجموعه ديال القضايا العامه، ولكن لحد ساعه مازال لينا مجموعه قضايا مازال ما اتفقناش عليها، مازال ما اتفقناش على المهام ديال الموظف في التعليم العالي، مازال ما اتفقناش على التقسيم ديال الفئات. كاين هناك تقسيم اللي درسناه، ولكن لحد ساعه مازال ما حسمناش فيه، الى غير ذلك من القضايا اللي مازال كتطلب منا الحسم. وبالتالي اللقاءات ديالنا، هذا اللقاء هذا كيندرج في مجموعه ديال اللقاءات اللي درنا على صعيد كل الجامعات المغربيه، باش اولا نبلغوا الموظفين ديال التعليم العالي بما يروج في هذه اللجنه اللي كتهيئ النظام الاساسي، وايضا باش ناخذوا من عندهم معطيات ومعلومات ومطالب اللي كيطلبوها باش تكون في هذا النظام الاساسي. بالنسبه لك سي حسن، شنو الاسس اللي خصها يعتمد على النظام الاساسي تاع الموظفين التعليم العالي؟ يعني الركائز والاسس. طبيعة الحال نظام أساسي جديد أولا خصو يعالج المشاكل اللي كاينة بالأنظمة الأساسية، لأنه كاينة أنظمة أساسية مختلفة، دونك خصو يعالج الثغرات ديال هذه الأنظمة الأساسية. أولا خصو ينصف، ثانيا خصو ينصف موظفي التعليم العالي، ينصفهم ماديا ومعنويا. ماديا بأنه تكون زيادة في الأجور محترمة لكل موظفي التعليم العالي، وأيضا معنويا انصافهم، حل المشاكل ديالهم، ايجاد حلول لكل القضايا اللي كيعرفوها موظفي التعليم العالي. وبالتالي ضروري انه هذا النظام الاساسي يلبي المطالب اللي كيتسناوها سنوات هذه موظفين ديال التعليم العالي. سي عبد اللطيف، النظام الاساسي تاع الموظفي تاع التعليم يعني اثار واحد الضجه كبيره وداروا اضرابات، ما تشوفوش يعني بالنسبه للمخاوف بالنسبه لنظام التعليم الموظفي تاع التعليم العالي يوقعوا في نفس الاخطاء ونفس وعاوتاني نشوفوا اضرابات واعتصامات، اشني الوصفه ديالك باش ما نوقعوش في نفس الاخطاء؟ وي كاين بيان سور، هذا النظام الاساسي بعدا ديالنا ديال التعليم العالي، هو ديال موظفي التعليم العالي ما عمره كان عندنا، اول مره غيكون، وهذا مشروع اللي كنخدموا عليه وتفاديا لما وقع مع اخواننا في التربيه الوطنيه. فحنا خدينا هذه المبادره ديال اللقاءات التواصليه مع جميع المناطق، هذا وقت ما وصلنا شي مستجد في اللجنه التقنيه اللي كتفاوض حول النظام الاساسي، كنجيو نقترحوه عند المناضلين ديالنا بجميع الجهات، باش كناخذوا من عندهم الاراء ديالهم بعدا في هذوك المستجدات اللي حصلنا عليها. ثانيا كناخذوا من عندهم الاراء والاقتراحات ديالهم باش نستعملهم في النقاش مع الوزاره حول مشروع النظام الاساسي. اذا دروك دزنا من تقريبا واحد 8 الجهات الجنوب، دزنا من قنيطره، من الرباط، من سطات، الان من مراكش، الان وصلنا للدار البيضاء، وغدا ان شاء الله غنكونوا في مكناس. اذا حنا التواصل دائم مع الموظفين، وغادي يولي هذا النظام الاساسي حنا كنتمخوا منه باش يكون هو مشروع ديال الموظفين كلهم، لهذا كنشاركوهم في اي حاجه صغيره وكبيره، ولا نحتفظ بشي حاجه اللي لينا حنا بوحدنا، ما عندناش اسرار في هذا النظام الاساسي. كل الاقتراحات، كل الامور اللي كتناقش كنطرحوها في هذه الجموع العامه، في هذا اللقاء التواصلي مع المناضلين ديالنا. تقريبا شنو الافق الزمن باش يخرج هذا النظام الاساسي تاع الموظفين التعليم العالي؟
النظام الاساسي نورمالمون ديال التعليم العالي كنا اتفقنا باش يكمل في فان مارس. ما نكذبش عليكم، تيبان لي بان فان مارس ما نقدروش نكملوه، ولكن غادي ان شاء الله نديروا نفرضوا على نناقشوا مع الوزاره باش يكون اخر اجل هو افريل. اذا كاين واحد اللقاء ديال الكتاب العامون ديال النقابات الاكثر تمثيليه غدا، اللي هما ثلاثه النقابات، وغدا ان شاء الله غنجلسوا ككتاب عامون باش نناقشوا هاد الامور هذه. اولا ديال تحديد الزمن، السقف الزمني ديال اخراج النظام الاساسي، ثانيا لي روتوش ديال ما ناقشناه قبل.